الرومي إبراهيم عضو مكتب بلدي مكلف بالتنظيم. في هذا اليوم تم تنصيب المكتب البلدي لبلدية أولاد بوجمعة تحت إشراف السيد الأمين الولائي السيد سعيد سعيد والمكتب الولائي واللجنة التي قامت بتنصيب المكاتب البلدية على مستوى 28 بلدية لولاية عين تيمشنت، من بينهم المكتب البلدي لبلدية أولاد بوجمعة. وشرف عظيم لنا أننا ننتمي إلى حزب التجمع الوطني الديمقراطي لراندي، وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم كنا في عين تيمشنت في المكتب الولائي آلاندي التجمع الديمقراطي، حيث كان اجتماع مع الأمين العام، وكان حضور بكثافة من الأعضاء مكاتب 28 بلدية، حيث مر الاجتماع في ظروف حسنة. ونتمنى من المناضلين أن يأتوا بكثافة لينضموا إلينا في هذا الحزب التجمع الديمقراطي وشكرا. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم حضرنا كما قال لك مع مكتب مع اجتماع مع الأمين الولائي تحت إشراف اللجنة الولائية، وكان الحضور ما شاء الله عدد كثيف من المناضلين، وفاتت الأمور يعني بكل شفافية وكل احترام،
ونشكر الناس كامل اللي جاوا ورانا في النضال، وان شاء الله كما قال لك اللي جاي ان شاء الله يكون خير من اللي فات. ومرحبا بالناس كاع، والسلام عليكم.